مرات كده. انت تعرف ان ستيفن جيرارد تواصل مع زيزو فعلا ومتابع زيزو؟ ستيفن جيرارد سأل بعض اللاعبين. المفاجأة ان ستيفن جيرارد سأل محمد صلاح. ما هو ده بقى انت نحو بس كده. طب خلينا اكمل لك يا ادهم فضل. عشان انا عارف ان انت شاطر بس عشان المعلومة تطلع من عندي كاملة. اتفضل. ايه بقى الحديث اللي دار بقى بين جيرارد وزيزو؟ قال له انت لعيب كويس وانا متابعك، وهو متابعه ايام البطولة العربية. فاكر البطولة العربية؟ قبل نحو شهر. وسأل عليه مين؟ محمد صلاح. قال له لعيب كويس جدا. يعني محمد صلاح اتكلم على زيزو كويس. تمام؟ بالفعل. تمام. طيب. قال له كمان ان انت عندك فرص لو استمريت بهذا المستوى ان انت تيجي عندي، وممكن اوديك فين؟ ليفربول. الله ينور عليك. انا دي معلومتي كده كاملة. لو عايز تزيد معلومة صحيحة 100% بس كده. بعد البطولة العربية في بداية تعاقد ستيفن جيرارد مع نادي الاتفاق، ستيفن جيرارد بيعاني ايضا في الجناح الهجومي، وتحدث مع محمد صلاح مباشرة حول امكانيات زيزو وقدراته ومدى استفادة نادي الاتفاق منه. محمد صلاح تحدث بشكل مميز جدا عن زيزو، ولكن يعني ما حبيناش نقول هذه الكلمات، لان يعني الصفقات تتوالى على نادي الزمالك، ونادي الزمالك يعني يحتاج لتضميد جراحه في المرحلة. طب اديني بقى الجول الفصل في موضوع فتوح والنبي ادهم بعد اذنك، يعني عايزين نعرف المفاوضات هتتم ولا مش هتتم، لان ما فيش وقت، لا في وقت عندنا ولا في وقت. بالعكس يعني الوفد السعودي كان موجود في الاسبوع الماضي في مصر برئاسه رئيس النادي، وكان لديهم امل كبير في انهاء الموضوع وتقديم عرض مالي. فتوح العرض السعودي لفتوح 1.5 مليون دولار لعقد لمده 3 سنوات. فتوح طلب زياده هذا الرقم الى 2 مليون دولار سنويا مقابل اللعب مع نادي احد في المدينه المنوره. هناك خط التقاء وهناك رغبه شديده من نادي احد في انهاء الامر. المفاجاه ان نادي الاتفاق ايضا ربما يرسل عرضا رسميا لنادي الزمالك خلال الساعات المقبله، نظرا لاهتمامهم ايضا بفتوح. العرض الوحيد اللي وصل للزمالك لنادي احد، لكن ربما نادي الاتفاق خاصه الاتفاق في الدوري المحترفين ممكن تزيد عن 1 مليون دولار. ممكن تزيد عن 1 مليون دولار. ممكن تزيد عن 1 مليون دولار. إدارة الزمالك تريد زيادتها عن 1 مليون دولار، وأعتقد أن رقم 1 مليون دولار في الوضع الحالي لفتوح وللزمالك أعتقد سيكون مرضي جدا جدا للزمالك وإدارته وحتى جماهيره بخروج اللاعب للاحتراف في البطولة السعودية. يرجع على نادي إيه بقى؟ مش قصتنا. هو خرج في النهاية، خرج للدوري السعودي وهيحصل على مبلغ كبير. حتى يعني أنا وجهة نظري لو فتوح لعب في نادي أحد أو الاتفاق، من الصعب إن نادي مصري حتى لو النادي الأهلي أن يمنح لاعب 2 مليون دولار سنويا أو حتى 1.5 مليون دولار. تمام. في ظروف الأندية الحالية. بشر. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا قهوة الخواجة. دايما بنقول بتشجع كورة ولا بتشجع نادي؟ أكيد بتشجع كورة. ستيفن جيرارد مهتم بأحمد السيد زيزو، وكان الوسيط مو صلاح، إيجيبشن كينج محمد صلاح. قال أحمد السيد زيزو أنا جالي تليفون من ستيفن جيرارد، الراجل في الاتفاق السعودي مهتم بيك ومركز معاك من ساعة البطولة العربية. وأحمد السيد زيزو قال له ومحمد صلاح قال له قولا واحدا، لو أنت اشتغلت على نفسك وبذلت مجهود صاحب المستوى الثابت أحمد السيد زيزو بقى له 4 أو 5 سنين هتبقى معايا في ليفربول. وكلمان مهيب عبد الهادي بيفرد لنا العقود او العروض اللي جات لاحمد فتوح، واحمد فتوح مطلوب من الاتفاق 1.5 مليون دولار في 3 مواسم. احمد فتوح
كسر كل الأرقام القياسية وطالب 2 مليون دولار في الموسم، ومش عارفين الأيام اللي جاية هتثبت لنا على إيه. ده هتبقى مصلحة حلوة لنادي الزمالك، لأن نادي الزمالك هيخرج مستفاد إن اللاعب هيبقى فري في آخر الموسم وممكن يمضي مع أي حد في يناير. فالزمالك لو خد مليون دولار، أنت بتتكلم في 30-35 مليون جنيه مصري، وراح السعوديه. وما اعتقد كل بقى انه يجي الاهلي وما يجيش الاهلي، الزمالك زي بالظبط ما باع امام عاشور، هو باعه لميتلاند الدنماركي، فما يجيش بقى بعد كده يقول لك الاهلي دخل، لا هو طالع احمد ابو فتوح طالع السعوديه بعد محترم، يرجع بقى اهلي يرجع زمالك، دي حاجه في علم الغيب. واحنا متعودين الكوره عودتنا اللقطه بلقطتها، واسمع رايك في الكومنتات، ورب الحلقه تكون عجبتكم. مع تحياتي احمد الخواجه.